ومعفو. انت مش شايفيني ولا ايه؟ بلغي الموظفين ان في اجتماع كمان نص ساعه. حاضر يا فندم. وراي. روح اعمل لي قهوة مظبوطة بسرعة. حاضر يا فندم. بسرعة. يا ليلى يا ليلى يا ليلى. لو اقدر اديكي جايزة على اللي انتي عملتيه ده ما كنتش هتأخر. تقولين انك مسكتي إدارة الشركة؟ نسيت، ما خدتش بالي، كنت بفكر في مليون حاجة. ما انت لو مصحصح كده وفضيل ابوك كنت عرفت منه هو مش مني انا. نعم نعم الله عليك، زي ما سمعت كده. انا مش هعمل زيك لحد ما تركن على الرف. بكره مرات اخوك تيجي وتكوش على كل حاجة. دي مخلفة تلاتة. تلاتة. يعني احنا هنخرج من المولد بلا حمص. ولو عرق الابوه نقح على ابوك مش بعيد يكتب لها الشركه والمصنع واحنا نروح في ابو بلاش. انت شايفه كده يعني؟ ابوك لحد دلوقتي مش مصدق ان يوسف مات. اوعى تفتكر عشان هو واقف وسطينا وبيتكلم يبقى متماسك وعدى الموضوع. هو بيحارب نفسه لحد ما ينتقم البت اللي اسمها ليلى دي. ولاد يوسف لو جم هيكوشوا على كل حاجة. وأنا بقى لازم أتحرك. مش معقولة هبقى أنا وأنت. كفاية إن أنت في التراوح. طب وأنت عايزاني أعمل إيه؟ أنا مش عايزة أسمع الكلمة دي منك تاني. مش عايزة أسمع الكلمة دي منك تاني. أنت المفروض تعرف اللي ليك واللي عليك. اللي أنا بعمله ده المفروض أنت اللي تعمله مش أنا. خلاص يا ست. أنا هنزل معاكي الشركة من بكرة. شركة ليه؟ ما تروح المصنع. عشان نبقى مع بعض هنا. إيه نبقى مع بعض؟ هو إحنا جايين نحب في بعض هنا؟ أنا هنا، أنت هناك، فهمت؟ آه فهمت. أنت عايزيني أروح المصنع هناك عشان أبقى عينك، صح؟ إنتي زميلة اللي عليها لحلوة، فهمتيها لوحدك دي ولا حد فاهمها لك؟ روح لأبوك، اسأل عليه، شوفه بيعمل إيه، خليه يحس إن عنده راجل بدل ما قرب ينسى. Thank you.
اهلا. اهلا. وانا اللي قلت اني وحشك وعايزه تاخدي وتدي معايا في الكلام زي الحبيبه. تعرف ان في مشاكل؟ مشاكل؟ لا اعوذ بالله، احنا ما عندناش مشاكل خالص، احنا زي الفل. لا يا حبيبي، احنا لا زي الفل ولا زي النيله، احنا عندنا مشاكل ومشاكل كتير قوي، بس واضح كده انك مش واخد بالك او عامل نفسك مش واخد بالك، او بمعنى اصح اكتر مكبر دماغك. هو في يا حماتي؟ ايه اللي حصل بس؟ ما تقولش كلمه حماتي دي، خلاص ما بقتش قادره اسمعها، كرهتني فيها الله يسامحك. طب اهدي بس، قولي لي ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني؟ اللي مضايقني كتير قوي، انت يا ابني مش قلت لي شهر والتاني وهتعلن الجواز ليلى؟ هو ده بقى اللي مضايقك؟ طبعا هو ده اللي مضايقني. يا ابني حرام عليك، العمر خلاص ما بقاش فيه بقيه، اللي راح مش قد اللي جاي، ودي بنتي الوحيده وعايزه افرح بيها، ده انا وثقت فيك واديتك اغلى ما عندي، ريحني بقى الله يخليك ويسترك. طب انا هريحك ازاي؟ ما انا لازم استريح انا كمان. وانت هتتعب في ايه بس؟ لا انت ما تعرفيش ابويا، انا ابويا ده راجل مجنون، لو عارف اني متجوز ليلى في السر هيروح يقتلها قبل ما يقتلني. خلاص اروح لنا. تروحي له فين؟ ما ينفعش. بقول لك ايه، شغل الثلاث ورقات ده خلاص ما بقاش يخيل عليا، قسما عظما لو مش هتعلن جوازك بالبيت لا من بكره هنزل وهنزل الخبر ده في كل الجرايد والمجلات، ايه رايك بقى؟ اكدبه يا بجحتك. تاني هقولها لك تاني يا حماتي، انا يوم ما اتجوزت ليلى فهمتها ظروفي كلها، وانتي وافقتي قبليها، يعني انا ما كدبتش عليكوا في حاجه. لا كدبت وخدعتنا كمان، بدليل انك قلت هتعلن جواز البنت ولحد دلوقتي انت ما اعلنتش الجواز. قلت كده بصراحه، قلت كده، بس قلت على حسب ظروفي برضه. يعني بنتي تفضل متعلقه بظروفك لحد ما تحن عليها يا ابني؟ انا مش ابنك، انا لو ابنك هتخافي على مصلحتي زي ما بتخافي على مصلحه ليلى بالظبط، ولا تكونش هي اللي وزتك تقولي لي بقين دول؟ بقين؟ جوازي من ليلى هيفضل زي ما هو حماتي لحد ما اقرر انا امتى هقوله للناس. مراتي لازم تفضل جنبي تحت اي ظرف. ظروفك اللي تتحملها مراتك دي لما تبقى عيان، ولا حالتك الماديه مش قد كده، ولا فقران، ولا فيك اي حاجه، ساعتها نحطك على دماغنا من فوق. طب ما قلتيش كده ليه من الاول؟ ما كنت قلت لا وريحت نفسك. عندك حق، انت صح، كان لازم اقول لا من الاول. لكن اقول لك ايه؟ قال على راي المثل، كنت فين يا لا لما قلنا ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. يوسف؟ قالي ما قلتش ان انت جاي. الله، انت فاكراني بحبك لوحدك ولا ايه؟ انا جاي لحماتي حبيبة قلبي، شمس الشموسة، مش كده ولا ايه؟ والله انت كنت في بالي وكنت عايزة اكلمك، بس خفت اكلمك تكون مع باباك اعمل لك مشكلة ولا حاجة. طب ايه يا حماتي؟ مش هتخش تغيري وننزل نتغدى زي ما اتفقنا؟ وفي ايه؟ دي ناوية تغيري رأيك ولا ايه؟ والله العظيم ازعل. وحشتيني. كداب بس. انا كداب؟ والله العظيم ما بكدب. بقول لك حاجة، يا رب ماما تقول لا. مش هتقول لا. هتقول لا، تراهني؟ تراهني؟ هراهن. ونطلع من هنا على بيتنا. لا طبعا مش هاجي معاك البيت، انا هبات مع ماما هنا، وانا كده كده اصلا خصمك مش بكلمك. انت خصمك بجد؟ ايوه. انت كدابه قوي. لا مش كدابه. انا كداب يعني؟ مش هتطلع البيت؟ هو لازم يعني؟ يا حبيبتي يا بنتي، انا اللي عملت فيكي كده، انا اللي عملت فيكي كده يا دنيا.